مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا رب انتم عم تحضروا فيديو اليوم، رجعت لكم بفيديو جديد وفكره جديده. حبيت شارككم اسعار الماركتات التركيه. هون اغلى ماركت وارخص ماركت. حادخل على الماركت البيم اللي هي ارخص ماركت موجوده هون، وماركت الكارفور ساي اللي هي اغلى ماركت موجوده هون بتركيا، لانه هي كلها يعني كلها هيك شغلات من برا بتجي على تركيا. فحنعمل تجربه، مبلغ حعمل ليميت معين، مبلغ حاشتري فيه من ارخص ماركت وحشوف شو حيجيب لي من اغلى ماركت. خليكم معي اليوم. قبل ما نبدا الفيديو، شو سيلا؟ لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. مدة سيلا على المدرسه، وهلا طالعه انا وفيتي على اول شيء على كارفور حنروح، بعدين على البيت. خليكم معي. هلا اول شيء قبل ما نعمل اي شيء، شو رايك ناكل؟ يلا نعمل هيك وجبه خفيفه، لانه التسوق بدون هيك على معده فاضيه شلون بيطلع؟ مو حلو عشان نعرف هيك ما ناخذ شغلات على الفاضي، لانه الجوعان بيتسوق شلون؟ بيتسوق شغلات شمال ويمين ولا طعمه بسبب الفاتوره بقى، صح؟ يلا تعال يلا. شو ناخذ؟ شو رايك؟ ليكي هلا هي هي ماني مجربتها، هي كأنه بالفطر عاملينها، ما بعرف بس ما حبيت شكلها، ما بعرف خضار بس. لكي هي هون شو اسمها؟ جوانح. جوانح هي مجربتها، هي بلحم، هي في منها دجاج كمان طيبة، هي مع الرز بطلع حلو. ايه، وحتى عاملين لكي في رز برغل هيك، في هون رز بني، رز بالبهار. ناخذ تبع الباذنجان، اكل الباذنجان هون كثير طيب، مع الرز ناخذ مع الرز ذاك البني على الطاقة، تمام؟ وناخذ سلطة. على كارفور بنغير أكلات، ناخذ أكلات نحن ما بنعرفها، يعني مالي مجربتها، بعرفها بس مالي مجربتها. فهي الأكلة اسمها حسن باشا كيرفسي، فهيك موديلها مغري كثير، باين ظريفة. وأخذنا هي الشوربة اسمها صوب شوربة، بيحطوا بقلبها حبوب وبقول، ما بعرف بجربها، جربتها بالبيت بس هون ما نجربتها عند الأسف. وأخذنا فلا وسلطة، طيبة السلطات كثير عندهم يعني، وهيك أحجام مشبعة. حبينا هيك نشكل أنا ورفيقتي حتى نجرب كذا شغلة كذا أكلة مع بعضها. هلا أول شيء سعر الكارت غير سعر الكاشطة، إذا على الكارت أرخص من الكاش. لكي 48 من زيتون وهي عادي. ها، هدول ما عليهم تخفيضات، ما تعلقات، مو كل المنتجات ممكن عليها تخفيضات. هيك وهيك مثلا ليك تلاقي ساعة هون 6.5 قطعة. هاي اللي تشم ب 28. في انواع حليب كثيرة، في لاكتوس صوص. هذول كلها انواع بدون لاكتوس. هلا مثل ما باخذ من البيم انا الانواع الانسب، حاخذ الانواع الانسب من الكارفور. الانسب بالجيب عليكم انو 20؟ لا بيكون يمكن بدون دسم. هي لكي هي مثل موجوده بالبيم، فيها قطعه فيها 8. لا هي تبع الحارم المطبخ، هذول اوراق المطبخ. هي من 70، فيها 8 قطع. هي هون حقها قديش؟ 108. خليكي من بين ناخذك. خليكي بما انه بستخدم انا الاومو، فكثير ظريفه فكره الاومو بالاكسجين. البين حقه الكيلو ونص 88 بقتل، صح؟ ليك هلا هون صاروا 180 على الكيلو 6 كيلو. شو اسمه؟ في صابي اكثر ما ناخذه معنا. اليوم شو هو الاسعار من الكرت؟ 88. هو سعره بدون كرت 88، مع الكرت سعره 55. ناخذ علبه كمان. فانيليا؟ اي حلوه
بس انا الازرق بحسه كثير بالضم يعني كروس. ليكي هذا الفيري قديش كم قطعة؟ 75. ايوه اللي بالبيم قديش كان؟ 33 قطعة، هذا 22، هذا ايش سعره؟ 196، اللي بالبيم حقه 228 هيك شيء ما؟ ايه هون السعر اغلى بكثير من البيم مع انه نفس الماركة يعني بس 75 قطعة. ايه هلا ليكي تبع ال 33 لا هذا 45 43 383، يعني بكل الاحوال في فرق بالسعر منيح. شو رايك نجي على قسم الشيبسات؟ غرام ايه بروح المصاري على الشيبس. انا لو ليان اللي ماما من هذا ومن هذا ومن هذا. ايه انا والله ما اكل كثير اللي مرق يعني بس ولادي بيحبوا. شو سعره هذا الرفلس؟ 30 والثاني 26. ايش تهمتي؟ نودلز تاخذيها مثل النودلز تحطي عليها شغلاتك عرفتي؟ احنا بالجزائر نسميها رشتة. ايوه رشتة اسمها. هلا الاسعار هون المعكرونة مثل البيت، في 14 كيلو ما كثير تغيرت بس ما دائما بتلاقي من هي النوعية منها. اخذ منها. اللي حطه لا هذا اللي حطه ظريفه اللي بالبيت هذا ب 86 في ارخص كانه هون ليكي في هون هذا ماركت الكارفور ايه 42 بيشبه كمان اللي بالبيت نجربه شو رايك ولا مره هذا جربته انا ظريف في هذا رسم الياسمين كمان شو سعره هذا رسم الياسمين 34 اي كمان مثل سعر البيم بيشبهه يعني بيشبه رز البسمتي بس بيشبه الرز القصير المصري بس على شكل طويل. هلا هون الزيت البرياق هذا احسن زيت بيعتبر هون على فكره بالسوبر ماركت بتركيا كلها يعني ليكي سعره 5 لتر ب 179 180 يعني والبدون كارت 200 ليره فعلا ارخص من البين. يا ترى احنا جايين على ارخص ماركت ولا على اغلى ماركت؟ على الارخص. على الارخص ما احنا بالاساس جاي على اغلى ماركت هون موجوده لانه هون في منتجات يعني شفتي كثير في غالي وفي رخيص بس في كثير كل الاسعار بس بالكرت في عندك عروض ايه ايه يعني اسعار ارخص عم ناخذها من البين صح؟ خلي كمل معناتها من هون يلا. هلا ليكي ماركت كارفور كانه اللي بتجي معركتها كارفور ارخص من كل المنتجات الموجوده صح؟ بيعملوا عليها عروض دائما حلو يعني ليكي حتى ارخص من اسعار البير الموجوده حتى هون ليكي كم لتر هذا؟ 5 لتر ليكي ب 160 حلو واحد اذا معه سياره ويعبي اغراض بيته كله من هون البهارات كمان ليكي الكزبره الناشفه 29 30 لك تقولي 45 النعناع العنب ايه 33 مع كرت ب 30 وهون شو هو اللي ب 60 انجير سياق ايه التين الاسود يعني نكتالين كمان نفس الشيء الخوخ ب 30 ظريفه ازراق ايه لا وكمان الشفتالي ايه ظريف ناخذ من هون ومن هون شو رايك؟ شو بدك مع الرمان؟ الرمان ظريف هلا هذا مو للاكل يعني للطبخ للفرط يعني هيك الشغلات. سائل الجلي هي كم لتر؟ 4 كيلو هذا 94
خلصنا تسوق من الكارفور، هلا جينا على بيم لحتى نشوف نوصل الاسعار بالبيم قديش، يعني قديش الفرق بينها وبين كارفور. فخليكم معنا لحتى نشوف شو بنشتري ونقارن الاسعار. بس حقيقي بلاقيها ارخص شيء بالبيت، يعني وين ما بروح وين ما بجي ارخص شيء واظرف شيء. رح السعرات 70 ليره. هاي البسكوت هي من اول ما اجينا على تركيا بنجيبها، كثير طيبه بالكريمه والحليب، اسمها ساكلي كوي، بسعرها 36 ليره. كمان هيك وردة واسعار هيك اسعار، يعني برا مثل نفس هاي النوعيه. شوفي هاي نفسها اللي بالكارفور نفس السعر، 100 جرام بيجي سعره 20 ليرة. هذا بسكوت الجوفري كثير حلو كمان، جربتيه هذا؟ حقه 45، فيه كذا علبة من جوا من مجلتنين، يعني علبة بدوق واحد ولا مشكل؟ لا واحد. حتى المكسرات هون ظريفة على طول وتازة ورخيصة مغالية. هاي العقائد ما اشبه شيء، بس انا ما اشبه طبعا. هاي الانس، بحس انه هاي الكرشك احسن شيء. اي وحدة؟ هاي هاي؟ نجربها. ما شاء الله تجيها 25. المنظفات ظريفة كتير كمان، وأرخص شيء لسه لحد هلا بالبيت. لكن السبوبة شوف قديش شفناها هنيك 44، هون قديه؟ 52. بدنا فلور، ناخذ دوميستوس، كأنهم مصغرين العبوة ما؟ هاي مزيلة البقعة كمان كتير ظريفة اللي بتشيل من على الفرش يعني ومن على التياب، كمان سعرها شيء بيكون 25 ليرة. الجزها نفسه 42، في هون كمان ب 24. هذا تبع المحاشي بصير للعادي كمان، هذا ما بحبه كتير. هذا رز البسمتي كمان كتير ظريف هون، تاخذ منه. مين كمان مرتفع سعر الزيت، من العادة باخذ من هذا الزيت ظريف كمان 170 صار لتر. هذا ما نجربته، هذا اللي موجود بال نفس الماركة 180، هم ارخص من الفيليه. الفيليه مثل من كارفور. فطر الصحيان هيك، هذا فطر الباين فطر إذا ما هيك، هذا أطيب لهم خاي مقلي طعب، هذا كتير ظريف. بالعادة بشوشتا هذا بيجي على وش قشطة، إذا ما تحب القشطة بتشيلية، بس الطعمة تدبن طيبة. اللبن الكريمية كمان طيبة، كمان سعرها 37.5، بس ما باكل ما بتاكليها، كثير طيبه هيك، كمان سعرها 55 ربع كيلو بتجي. بس كثير اطيب لها جدا، هي كمان موجوده بكل السوبر ماركات تقريبا كلها نفس السعر، كمان 55 بتجي ربع كيلو، هي بتجي اكثر شوي اغلى شوي، نفس النوعيه كمان. هي للجاتو ولا للطبخ؟ لكل شيء هي بتروح، عرفتي؟ حيوانيه حيوانيه، هدول كلهم بيجوا نباتي، هذا افضل. هذا سعره، بسعره كمان بعتقد ما بين البارفيوم، هذا بيجي الاقل 79، وهذا ظريف 50 ليره. هذا المطبخ، هلا اجيت على البيت وحبيت ورجيكم الاغراض اللي اخذتها وقديش قيمتها، يعني القيمه المجمله من الفاتوره
من البيم ومن الكارفور. هلا هدول اغراض من كارفور. اخذت هذا الدواء الغسيل 6 كيلو 180. اخذت حليب، اخذت معطر، اخذت معكرونات، اخذت رز، اخذت شويه فواكه وشويه شبرقه. كانت الفاتوره 500 ليره، 550 ليره يعني. ما توقعت احط اكثر من هيك على الفاتوره، بس كانت 550 ليره على هدول الاغراض كلهم. قبل ما اورجيكم اغراض البيم، المفاجاه انه طلعت فاتوره البيم اكثر بمره ثانيه عن فاتوره الكارفور. لو اني اخذ الاغراض اللي اخذتها من البيم من كارفور يمكن كان ما طلعت هيك الفاتوره. البيم فاتوره البيم لحالها دبل فاتوره الكارفور. تصوروا، ما كنت متخيله، كنت متخيله انه تطلع بين 500 و600 ليره، طلعت 900. حورجيكم هلا الاغراض اللي اخذتها من البيم. طيب اللي اخذ فكره بانه البيم هي ارخص الاسعار بتلاقوهم بتركيا، بقيت هلا تركيا البيم يعني مثل اي سوبر ماركت غاليه، فقط شويه منتجات بعدها لسه هي رخيصه يعني فيها، مثل شغلات قليله. اما ما باقي ما تبقى كله نفس الاسعار. أغراضي من البيم هي عصير زيت زيتون، هذا نفسه موجود بكارفور نفس السعر، دوميستوس اللي هو السائل الكلور، وهي اللي بتطلع اللكة. هلا انا عم قلكم على المنتجات عشان اذا في حبيتوا منتجات تاخذوا منها، هدول منتجات انا ما بستغني عنها لانه كتير ظريفة بشغلات كتيرة. وفي هاي البسكوت، هاي بتجي بقلبها 4 علب بسكوت، اللي بيجي هذا البرشام بسكوت. اخذت هيك مكسرات تجيك وزنها 150 جرام، هذا اللبن ظريف كتير، زبدة وفطر، واخذ شوية غراض مثل خيار وبندورة ورز، يعني شغلات بسيطة. طلعت فاتورة 900 ليرة وهون الفاتورة 550 ليرة، فالكون الحكم. ولهون حبايبي بنكون خلصنا الفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا فكرة الفيديو. حبيت انا هيك ضويلكم على اسعار المواد الغذائية، الخضار والفواكه عندنا هون بتركيا بأغلى سوبر ماركت وأرخص سوبر ماركت. بس تعلمت شغلة معكم اليوم، إنه مو كل شيء بالماركات الغالية هو غالي، ومو كل شيء بالماركات الرخيصة اللي هي سعرها مناسب نوعا ما هو رخيص. فبتمنى يكون نال إعجابكم. إذا حبيتوا حطوا لي لايك وعملوا تعليقات حلوة، وإذا كنتوا جدار على قناتي لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل لحتى توصلكم مني كل الفيديوهات أول بأول. يلا سلام، شوفكم فيديو جديد.